الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفر طول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كل شيء عند ربنا بمقدار. فقد جعل الليل ليلا وجعل النهار نهارا، في النهار نسعى أو يسعى أكثرنا إلى استنزال رزق الله تبارك وتعالى بما علمنا الله تعالى من وسائل، وبما يسرنا الله عز وجل إلى أن نكون من أهله عمالا أو تجارا أو زراعا أو متعلمين أو معلمين. جعل الله لكل شيء وقتا، وكما يقول العامة لكل، أو ما يقول حقيقة من حقائق الإسلام، أن الصبح صبح وأن الظهر ظهر وأن العصر وأن المغرب وأن العشاء أوقات حددها الله تبارك وتعالى، كما حدد الشهور وقال في رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية الهلال، رؤية الهلال، والهلال آية من آيات الله عز وجل. نعلم أن شهرا مضى وأن شهرا ابتدى، فنحن نصوم في الوقت الذي أراده الله عز وجل. رمضان بنصوم رمضان، بنصوم أكثر أيام شعبان، بنصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، بنصوم الأيام البيضاء أو الليالي البيضاء يوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي. نعم، والرسول عندما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قال فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. إنه الدين، دين النظام، دين الحساب. نعم، فالله، وإذا كان النبي قد قال إننا أمة أمية لا تكتب، لا تكتب ولا تحسب، يعني معظم عدم الكتابة وعدم الحساب موجودة في كثرة من الناس. ولقد مدح الله تعالى في عباده القليلين، ومدح في عباده الشكور، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال وما آمن معه إلا قليل، وقال وقليل ما هم. مدح الله تعالى هؤلاء القليلين، لكن الخير مع هذا ينزل من السماء للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، يلقى الأبرار ذلك عطاء كريما وعيشا رغيدا وآية من آيات الله عز وجل. ويطعم الله عز وجل الفاجر
لأنه تبارك وتعالى قال: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أعمالنا، أقوالنا، تصرفاتنا، من طلقت به ألسنتنا، من فتحت عليه أبصارنا، ما وقع ونفذ من آذاننا إلى قلوبنا، كل ذلك لا يخفى على الله عز وجل منه شيء، وهو يقول، وهو تبارك وتعالى يعلم الفتيل والقطمير والنخير، ويعلم الذرة وما هو أقل من الذرة. نعم، ولهذا نجد أنفسنا أمام دين أراده الله عز وجل ووفق إليه من أحبه، فمن أعطاه الله عز وجل الإيمان فقد أحبه. إن الله عز وجل يعطي الدنيا فلان وفلان، فلان المؤمن وفلان الكافر، الذي رضي، الذي جعل لله عز وجل ندا وجعل لله شبيها وشريكا وجعل لله ولدا. وقال الملائكة بنات الله الذين قالوا هذا، والله تعالى ما اتخذ ولدا ولا صاحبة، ومع ذلك نزل رزق الله عز وجل إلى هؤلاء وهؤلاء، لكن رحمته بقيت إلى اليوم الذي ينصب فيه الميزان ويحكم فيه الديان وتجزى فيه كل نفس ما كسبت، ويقول الله تعالى فيها، يقول الله تعالى فيها: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يوم الذي لا يجد الناس إلا الله وحده تبارك وتعالى، يحق الحق ويبطل الباطل ويجزي كل نفس ما كسبت، ويقول لمن الملك اليوم، فلا يتكلم أولئك الذي كانت لا أيامهم ألسنتهم أطول من الشتاء، ويخرس كل مبطل، وتقوم حجة الله عز وجل على جميع الناس، حجته بإحسانه إلى من أحسنوا العمل وناطوا بالله عز وجل الرجاء والأمل في الدنيا، وعلى أولئك الذين عبدوا غيره، الذين أكلوا خيره، الذين شكروا العباد ولم يشكروا رب العباد وخالق العباد تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، وإنما نرجو الله ونبغيه، ونحن نرجو رحمته ونخشى عذابه. أسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا إلى حسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يمضون في القافلة التي سبقنا فيها إلى الله عز وجل مصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، حتى نكون ممن سعروا بالإيمان في دنياهم، وممن سعروا بجنة الله التي تدوم والتي
كل من دخلها من المؤمنين ولا يدخلها إلا مؤمن لا يخرج منها بحال من الأحوال، ويتلقاهم ملائكة الله عز وجل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لنسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.